اهدى يا سمير. هجيبه. ماشي بس اهدى. ههدى وهجيبه. طب هنطلع لوحدنا كده؟ ما بحبش الزيطه. طب على الاقل نجيب الواد حسيني معانا منظر. ها؟ رن عليه. ماشي. تحت امرك يا هندسه. خرب بيت اهلك. بس على فين؟ الغوريه. هتخلص عليا؟ سيب ايديا. ما تهدى شويه. ما بلاش انا مشوار وسط البلد دي. خايف من ايه يا عينيا؟ اكيد خايف من الاذيه. خلاص يا وليه. طب وسعوا خدوني جابوكوا شويه. نط في العربيه. اطلع يا اسطى. ايه؟ اطلع يا هندسه. احب المحلسه. يعني جلال ده مش ابن طنط صفاء؟ لا. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ المصاريف اللي انا صرفتها دي كلها على ايه؟ شربات وبتاع. يلا يا حلوه، يلا يا حلوه، روحي ارقصي هناك. يلا يلا يا حلوه، يلا يلا امشي. المصاريف دي هعمل فيها ايه دي كلها؟ ده شربات وعربيات. طيب هي اسمها ام جلال ليه؟ عشان ابنها اسمه جلال. وهي جابته منين؟ مني. الله، انت مش عندك، مش انت ابو حنفي؟ يعني انت متجوز ام حنفي؟ انت لحقت تتجوز عليها اللي صانت عشرتك دي كلها؟ ايوه. ليه تتجوز عليها؟ ماتت. ماتت؟ ايوه. انا كمان جوزي مات، جلال مات. جلال مين؟ جلال ابن طنط صفاء. جلال ابن ملبولي مات؟ ايوه. ده انا سميت ابني على اسمه. ما لقيتش غير اسم جلال هو اللي تسميه لابنك؟ وانت سميحه مراته؟ ايوه. انا مرصفاء وبواب العماره، مش فاكراني؟ مش فاكراك ازاي؟ انت مدوخني السبع دخات وراك. طبعا فاكراك. يلا يلا يا حلوه ارقصي هناك. يلا يلا روحي ارقصي هناك. يا لهوي. اه طالما في اسبوع يبقى في فلوس. يا ما انت كريم يا رب. نانا؟ اه نانا كول قوي قوي. بقولك ايه، ما نقولها على الورق ونخلص. حرام، هي ليه ما سالتناش عن داد؟ تلاقيها مش عايزه تتكلم قدام كل الناس دي. او يمكن تكون استعوضت ربنا فيه. هو ايه اللي استعوضت ربنا فيه؟ هو ابوك وضاع منها. بقولك يا موحه، هي ماما خدت جد ودخلت جوه ليه؟ اكرم، ملناش دعوه. ملناش دعوه ازاي؟ ما انا قلت لك بقى بلاش سوء النيه. ده من صميم حسن النيه. صص صص قوي قوي. ما بحبوش. هو ايه ده اللي ما بتحبوش؟ الصص. لا بجد يا موحه، هي مامي خدت جراند فازر بتاعك ودخلت جوه الاوضه ليه؟ تلاقيها عايزه تقول له وهو يقول لنا انا بطريقته. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.